الاستثمار في العنصر البشري هدف لكل دولة ترغب في تحقيق تنمية مستدامة تحملها لمصاف الدول المتقدمة. وقد سعت الدولة المصرية الحديثة منذ تأسيسها في عهد محمد علي باشا لتحقيق هذا الهدف الكبير. وبين نظام البعثات في عهد أسرة محمد علي وما أضيف إليه في عهد ثورة يوليو من المنظمات والاتحادات ومراكز إعداد القادة، تبرز الأكاديمية الوطنية للتدريب المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 كأحدث صور اهتمام الدولة بتأهيل العنصر البشري، مع احتفاظها بسمات تميزها وتجعلها تجربة مثالية أو تكاد. أولى تلك السمات حرص الأكاديمية منذ اللحظة الأولى على توطين أحدث تقنيات التدريب والتأهيل مستعينة بخبرات المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، صاحبة السمعة الرفيعة التي وصل كثيرون من خريجيها من فرنسا والعالم إلى أعلى المناصب. سمة أخرى تميز الأكاديمية هي نوعية البرامج التي تقدمها والتي تتضافر لتقديم المعارف المتنوعة والحلول المبتكرة لتحقيق تنمية فعالة لرأس المال البشري. ومن بين أهم البرامج في الأكاديمية المعنية بتأهيل الشباب المصري والإفريقي للقيادة عبر جرعات تدريبية تعمل بصورة مدهشة على اكتشاف وصقل وتطوير قدرات الملتحقين بها ومهارتهم. أما أهم السمات المميزة للأكاديمية فهي مرحلة ما بعد التدريب، ففي سنوات قليلة انتشر خريجوها في مختلف مواقع العمل في الدولة، والأجمل أنهم أثبتوا كفاءة عالية وسرعان ما بدأ أثر ما تلقوه من تأهيل وتدريب يظهران ويؤتيان ثمارهما اليانة. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام. يمكن في سنة 2017 ووقت تأسيسها كانت التجربة غريبة شوية على البعض، منهم اللي مش عارف ايه دور هذه الأكاديمية بالضبط ولا المفروض هتعمل ايه، لكن بين ده وده كان فيه اللي شايف انها حلم جميل لكن محتاجة شوية وقت علشان تثبت نفسها. دلوقتي وبعد مرور يعني فترة تعتبر نسبيا بسيطة تحول هذا الحلم أو الأكاديمية الوطنية للتدريب لواقع ملموس بيمارس دوره الملهم في تأهيل العنصر البشري في مختلف مواقع العمل في الدولة، طبعا مع اهتمام خاص بالشباب اللي كان قبل يعني سنين قليلة كل أمله أنه يشارك بأي شكل المشاركة السياسية أقصد. يعني النهاردة كل خريجي الأكاديمية يعني بيتخرجوا ومنها تم تأهيلهم لمختلف مواقع العمل القيادي العمل التنفيذي في الدولة، ولسه يعني القادم يبدو أنه يحمل المختلف اللي هنحاول أن احنا نعرفه مع ضيفتي عبر اللايف، دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. دكتورة رشا مساء الخير، ويعني معلش عذرينا طولنا عليك شوية لكن أنا سعيد بوجود حضرتك معايا. بعد مرور هذه الفترة منذ يعني إنشاء الأكاديمية، تقييمك الشخصي لهذه التجربة، ماذا قدمت الأكاديمية للحياة السياسية في مصر؟ مساء النور يا أستاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ ومبسوط ان انا معاك للمرة الثانية منذ تقلبت منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. هو الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت مظبوط ان قرار انشاء الأكاديمية كان في اغسطس 2017، لكن بداية النشاط كانت في يونيو 2018. فحضرتك بتكلمني واحنا في خضم تحضير تقرير عن انجازات الأكاديمية في تقريبا 3 سنين. اعتقد ان احنا قدمنا بنجاح وبثبات ان يكون لينا اثر في جميع مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها بمختلف الفئات العمرية بمختلف الوظائف اللي موجودة. احنا النهاردة فخورين ان احنا دربنا 14,774 متدرب من خلال 122 برنامج تدريبي.
جميل جدا. طيب هل هذا الناتج يعني والحاصل يعني في هذه الفترة هو كان الهدف المأمول بالنسبة لكم ولا كان الهدف أعلى من كده شوية؟ احنا عندنا خطة استراتيجية ماشيين عليها برؤية ومهمة واضحة منذ بداية العمل بالأكاديمية في يونيو 2018، فاحنا متماشين مع أهداف الدولة اللي بتكلف بيها بلس الأهداف اللي تخصنا احنا كأكاديمية من تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر المختلفة. فهو عدد معقول جدا من البرامج التدريبية، تقدر تقول ان احنا يعني في 60% اكتر من اللي كان مخطط ليه تم تحقيقه يعني. جميل جدا. طيب من ساعة ما يعني اتعملت وانشأت هذه الأكاديمية لسه سؤال دايما يعني اكيد حضرتك بتستمع إليه دائما وبيطرح على حضرتك دايما، كيف يتم اختيار الناس او الشباب للالتحاق بالأكاديمية؟ هل الواسطة بتلعب دور في هذا الموضوع ولا لا؟ يعني مبدئيا بغض النظر بقى عشان في آليات اختيار متعددة حسب نوع البرنامج، لكن هو قولا فصلا مفيش أي واسطة إطلاقا بتتم في أي من أنواع البرامج المطروحة في الأكاديمية، سواء البرامج المتقدم تحت مظلة المدرسة الرئاسية لتأهيل للقيادة أو تحت مظلة البرامج الخاصة بمؤسسات الدولة. يعني تأكيدا واضحا وصريحا ما فيش أي مجال ولا وجود ولا فكر حتى لفكرة الوساطة دي. طيب بناء على إيه بيتم اختيار الشباب؟ في المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة دي بتبقى مسابقات، سواء البرنامج على المستوى الوطني زي برنامج رئاسي تأهيل الشباب للقيادة أو برنامج رئاسي تأهيل التنفيذيين للقيادة، أو على مستوى البرامج الدولية زي البرنامج الرئاسي تأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. في كل الأحوال إحنا بنطلق مسابقة بمعايير معينة بيقدم إليها اللي بينطبق عليهم شروط البرنامج، بيتم عمليات فرز واختيار حسب برضو نوع البرنامج، لكن هي مثلا بتتراوح في الصعوبة والسهولة. يمكن أصعبه مع الإطلاق هو البرنامج الرئاسي تأهيل التنفيذي للقيادة. يكفي هقول لحضرتك بس ان من 8000 متقدم في الدفعه اللي موجوده على مقر الدراسه حاليا اللي هي دفعه الشهيد احمد بنسي اللي تم قبولهم من 8066. جميل جدا. العاملين في الجهاز التنفيذي الجهاز الاداري للدوله التعامل معهم بيكون ازاي؟ يعني من يتقدم للتدريب في الاكاديميه؟ ما بيتقدموش في الجهاز الإداري، بيتم الترشيح من الجهات أو التكليف من مكتب فخامة رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الوزراء. فالتكليفات بتكون للتأهيل للترقي لدرجة أعلى داخل المؤسسة اللي فيها المتدرب، أو لو هيلتحق بالعمل بالجهة دي، أو لو هيتم تمثيله في أحد المكاتب الخارجية. بس في كل الاحوال احنا بنقدم حزمه برضو من الاختبارات حتى اللي هم بيتم ترشيحهم من الجهات، فبيكون في حزمه من الاختبارات قبل البرنامج وبعد البرنامج. كل الاختبارات بيتم تصميمها حسب الدرجه الوظيفيه للمتدرب، الخلفيه العلميه والمهنيه بتاعته، المأمول من جدارات يكتسبها خلال فتره التدريب، وبيعاد الاختبارات مره اخرى بعد الانتهاء من البرنامج لقياس الاثر من التدريب على المتدرب. جميل جدا. طيب يعني هل المسألة أو دور الأكاديمية بينتهي بتخرج الشباب من الأكاديمية ولا بيبقى في متابعة ليهم بعد هذه الفترة؟ لا طبعا في متابعة عن طريق رابطة الخريجين، دي وحدة كبيرة جدا داخل الأكاديمية موجودة بتتابع معاهم كلهم بكافة، حتى اللي جوه مصر واللي بره مصر بيتم المتابعة معاهم في العديد من الأنشطة بيمارسوها، في حلقات نقاش بتدار، في منح بتقدم للخريجين وكذلك للدارسين، ففي العديد من الأنشطة بتقدم إليهم، وكذلك بيتم متابعة التدريب وأثره عليهم لما بيرجعوا لحياتهم العملية.
حضرتك كنت في مجلس النواب قبل عدة أيام، يعني التقيت مع أعضاء في مجلس النواب، إيه اللي دار في هذا اللقاء وإيه أهم الأسئلة اللي طرحها النواب على حضرتك؟ هو كان لقاء لطيف جدا الحقيقة مع مجموعة من نواب الشباب في البرلمان، تم طرح فيه أنشطة الأكاديمية بالتفصيل ومركزها المالي، عدد البرامج، عدد المتدربين، الاستراتيجية والمنهج والنهج اللي بنشتغل بيه. أهم حاجة قالوها إن كان في بعد استعراض كل أنشطة الأكاديمية كان في لفتة كريمة الحقيقة من النواب ان هم تنسيقيه الاحزاب تحديدا، يعني ان هم يقوموا بطرح فكره مشروع قانون يقنن عمل الاكاديميه اكثر داخل جدران، يعني داخل عروق الدوله المصريه. يمكن حضرتك اشرتي الى نقطه دلوقتي في اثناء حديثك عن كلام النواب مع حضرتك، المركز المالي للاكاديميه، يعني من اين يعني تمول الاكاديميه؟ الأكاديمية بتمول كاملا من إيراداتها الذاتية منذ بداية عملها في 2018، يعني كامل مصروفاتنا الجارية من مرتبات ومهايا ومكافآت وأي نشاط جاري من تغطية تكلفات البرامج أو عمل الأكاديمية بصفة عامة، ده تماما معتمدين على نفسنا باعتبارنا حسب نشأتنا بقرار رئيس الجمهورية هيئة اقتصادية. وده حاجة تانية الحقيقة احنا فخورين بيها جدا، لان قدرنا نعمل مثال ناجح ان ممكن تكون في مؤسسة اقتصادية وطنية بتعمل بأسس صحيحة وسليمة وقادرة على ان هي تبقى تدر يعني ارباح وعوائد على مقابل النشاط اللي بتقدمه. احنا عندنا جزء تاني ممول من الدولة هو اعادة هيكلة وتطوير ابنية الاكاديمية، لان الحقيقه احنا محتاجين للتوسع في تقديم برامجنا ان تكون الاماكن معده ومهيئه للعمليه التعليميه بالمعايير اللي احنا بنبقى طالبين ان هي تكون موجوده واللي متوقعه من وجودنا والمبنيه الاكاديميه على اساس استراتيجيه الدوله ليها والاراده السياسيه. فده جزء بيمول من الدوله باعتبار ان دي اصول دوله بالاصل، فالممول ليها بيكون الدوله. يعني مش ما فيش يعني لا تمثل الاكاديميه عبء على الموازنه الحكوميه، موازنه الدوله. اطلاق. طيب في مساله الشراكات والأوجه التعاون، البروتوكولات اللي بتوقع مع اكاديميات وهيئات مماثله، أين وصلتم في هذا الموضوع؟ بصي يا أستاذ عمرو، من أحد الأدلة الدامغة لنجاح أي مؤسسة وخاصة اللي بعاملين بمجال خدمات بصفة خاصة، لأن الخدمة في المطلق هي أصعب من التحقيق من جودتها عن المنتج. يعني حضرتك لو في مصنع بينتج أي منتج أقدر أشوف أبعاده وملمسه ولونه أقدر أشوفه، لكن الخدمات بالذات علشان تقدر تتعاون مع جهات دوليه بيبقى فيها الكثير من التخوف، لان الجهه الاجنبيه او الجهه الخارجيه دي تبقى خايفه على الجوده بتاعتها وعلى اسمها، لان كلهم جهات معتمده وليها اسم ويعني وليها باع في دولها يعني وفي العالم ايضا. فاللي اقدر اقوله لك ان احنا ابتدينا طبعا او شريكنا الاستراتيجي المدرسه الفرنسيه للاداره لينا، لكن النهارده احنا عندنا بورتفوليو او ملف واسع ومتعدد من الشراكات في جميع انحاء العالم. احنا يمكن بنكون شويه متحفظين في خطواتنا، لان كل شراكه لازم تكون بتمثل قيمه مضافه لاساس عملنا. فالنهارده احنا عندنا جي سي اس بي في سويسرا، عندنا ناشونال هيومن انستيتوت في كوريا، وخليني اكلمك شويه على المعهد القومي لتنميه الموارد البشريه في كوريا، هو احد مراكز التميز الدوليه اللي بتلجأ إليها دول زي روسيا وماليزيا واليابان في تدريب القيادات العاملة لديها. وكمان في اتفاقية مؤخرة عقدناها مع في إن جي الهولندية، والحقيقة دي عندهم هوج أكاديمي
ودي احد اهم الاكاديميات في العالم المعنيه بتدريب العاملين في المحليات وتدريبهم على كيفيه تنميه الاقتصاد في المحليات وتنميه العائد في المحليات وكيفيه اداء افضل في المحليات. وبالتحديد الاتفاقية دي كانت تهمنا لأن الأكاديمية مسؤولة في الوقت الحالي بقالنا أكتر من 6 شهور مكلفين بعقد استشارة من وزارة التنمية المحلية بإعادة هيكلة معهد سقارة للتدريب المحلي، فإحنا مسؤولين كذلك على توفير الشركاء المناسبين للمعهد كجزء من النجاح بتاع معهد سقارة. جميل جدا، بس حضرتك كنت عايزة تتوقفي عند اللي هو المعهد. طبعا الاستشارات دي حاجة غير التدريب، فحضرتك برضو شايف ان المعهد الكوري ما بقولت لحضرتك هو هنتوقف عنه لانه هو اولا كوريا الجنوبية هي يمكن احنا عندنا اكتر من شراكة فيها، يعني احنا بنتكلم على 3 شراكات في كوريا الجنوبية لغاية النهاردة. هقول لك على 2 وواحدة لسه مش هقول لك عليها النهاردة. NHI اللي هو National Human Institute أو المعهد القومي لتنمية الموارد البشرية، زي ما بقول لحضرتك كده هو معني بتنمية القيادات داخل الدول وهو مركز تميز. عندنا ماضينا برضو مع مؤسسة تانية اسمها كيرد. كيرد مؤسسة فريدة من نوعها لأن هي معنية فقط بتنمية شخصية العالم أو الباحث. يعني هي كل ما تعني به هو كيفية بناء شخصية العالم. كوريا الجنوبية بقول لحضرتك هي ليه مهمة لأن كوريا شبهنا إن هي من 50 سنة كانت بتعاني من نفس المشاكل والعثرات اللي بتواجهها الدولة المصرية، وقدرت خلال 50 سنة باستراتيجية صحيحة وسليمة إن هي تبقى من أحد اللاعبين الكبار في مجال الصناعة والتصدير والتكنولوجيا والتعليم. جميل جدا. طيب دكتورة رشا، يعني سنة 2020 ده يعني سنة جائحة كورونا كانت سنة تحدي لحكومات، لدول، لمؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة أيضا. بالنسبة للأكاديمية كيف مرت هذه السنة عليكم؟ والله يا أستاذ عمرو يعني احنا ما عندناش رفاهة التوقف، يعني احنا ساعات التوقف ده رفاهية او الاستسلام للأحزان والألم والمصايب اللي بتبقى يعني ما عندناش رفاهية التوقف دي خالص مهما كان السبب. ففي مارس احنا اطلقنا منصة رقمية للتدريب في الأكاديمية الوطنية واشتغلنا بكامل قوتنا، قدرنا نكمل برامجنا عن طريق هايبرد إديوكيشن او تعليم تفاعلي عن طريق المنصة الإلكترونية واستمرينا في شغلنا. يعني ما كانت يعني حولناها لمنحة، وعلى فكرة هي جت لنا فعلا فرصة ان المتدربين اللي داخل الجهاز الإداري وغيره من الجهات القضائية اللي كنا بندربهم في ذاك العام كانوا مجبرين على استخدام التكنولوجيا. يعني اعتقد ان انا ما كانش هيحالفني نفس الحظ من تقبل المتدرب للتكنولوجيا واساليبها في عملية التدريب لو احنا مش جوه الكورونا، لو هو مش مضطر يقعد في البيت، لو هو مش مضطر يكمل البرنامج ده عشان هو هيترقى او هيدخل هيلتحق بالعمل في مؤسسة ما. فالحقيقة احنا بصينا لها كمنحة اكتر ما هي محنة يعني. جميل جدا. طيب يمكن في خلال على الأقل السنتين 3 اللي فاتوا ما عدا سنة 20 يعني من ساعة ما أنشأت وانطلقت الأكاديمية كنا بنلحظ اهتمام كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشاط الأكاديمية وبمتابعة يعني عملها. كيف يبدو الأمر الآن في هذه النقطة؟ يعني اعتقد ان احنا عند حسن ظن سيادته، واعتقد ان احنا بنؤدي واجبنا متماشيا مع استراتيجيه الدوله وبنؤدي المهمه المنوطين من انشائنا. طيب العام الحالي ايه هي يعني الاهداف اللي انتوا يعني بتطمحوا لتحقيقها دكتوره رشا؟ والله يا استاذ عمرو العام الحالي حضرتك بتكلمني النهارده وانا في الاكاديميه زي ما حضرتك تقدر تشوف يعني، والنهارده كان ختام برنامج مهم جدا جدا في حياه اي مؤسسه تدريبيه. فالحقيقه احب اقول لك عليه، النهارده كان ختام برنامج تدريب المجلس الاعلى للجامعات
بكل أعضائه بالأمين العام بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات في معظم أيام التدريب دكتور خالد عبد الغفار. فهي رسالة ومغزى أن رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قادة التعليم في مصر في قاعات تدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 5 أيام متتالية. شيء جميل يعني انه المجلس الاعلى للجامعات طبعا يعني مؤسسه كبيره، وزي ما حضرتك تفضلت يعني اساتذه جامعه وزير للتعليم العالي. هل يعني يمكن القول انه تجربه تجربه زي دي هتتكرر مع جامعات مثلا اقليميه اخرى؟ إقليمية تقصد إيه؟ في المنطقة العربية؟ في المنطقة العربية نعم. إحنا يعني إحنا أوريدي عندنا كذا طلب للتعاون من دول شقيقة، من العراق ومن الشرق ومن الكويت، ف يعني هي مجال بحث عندنا القدرة طبعا إن إحنا ننفذ برامجنا سواء في الدول دي أو عندنا في مصر. بس لم يطلب مننا لهذه اللحظه برنامج شبيه لان هو ده كان الاول من نوعه يعني. اذا يعني ظروف كورونا ما اثرتش على نشاط الاكاديميه، انتم مستمرين في تحقيق الاهداف اللي انتم يعني انشئتم من اجلها، لكن على المدى البعيد شايفه الاكاديميه شايفاها ازاي بعد سنتين بعد 3 سنوات دكتوره رشا؟ شايفة ان احنا هنزود شوية الملف بتاع التدريب في تنوع عدد البرامج اللي بنستهدف بيها فئات جديدة تنضم للتدريب بالأكاديمية. ممكن يبقى عندنا لو يعني عندنا ان شاء الله يبقى عندنا مقر في العاصمة الإدارية الجديدة، فهيكون عندنا مكان أكبر لاستيعاب أعداد من الغير عاملين بالدولة أو للقطاع الخاص أو للشركات الدولية اللي موجودة. هنتوسع اكتر في ملف الاستشارات، اكيد عندنا رغبه في التوسع الاقليمي في دول عربيه شقيقه ان يكون ويبقى في رول موديل من الاكاديميه موجوده في الدول دي لنقل الخبرات. هنستقطب متدربين من دول مختلفه، ده ملف تاني. هنوسع الملف بتاع الشراكات الاجنبيه مع مؤسسات عريقه ولها باع في مجال عملنا. هنعقد اتفاقيات في مجال التكنولوجيات البازغة اللي هي جزء لا يتجزأ من جميع برامجنا التدريبية، هتوسع فيها أكتر ويكون ليها مراكز تميز جوه الأكاديمية. أوريدي كلفنا من فخامة رئيس الجمهورية بوجود مركز تميز للذكاء الاصطناعي، وده إحنا في صدد إنشاء والانتهاء منه. فيعني عندنا خطط طموحة كده شوية إن شاء الله بالتوفيق. وأنا شاكر جداً لحضرتك على هذا الحوار الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتوفيق دائما للأكاديمية. شكرا جزيلا. هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنتساءل هل يستطيع الأهلي والزمالك الوصول لدور الثمانية في بطولة أفريقيا بعد تعثر موقفهم في دور المجموعات، وهل تغيير الزمالك لمدربه قبل لقاء الترجي التونسي اللقاء المصيري هو عامل إيجابي أم عامل سلبي؟ تفاصيل تانية هناقشها مع ضيفي الناقد الرياضي كريم سعيد بعد الفاصل.